نعم تماما، بالإضافة إلى يمكن إحنا دا نتحدث من بداية الحلقة حتى على موضوع المشاريع الحالية اللي هي لفك الاختناقات. أكو خبر عاجل حاليا، رئيس مجلس الوزراء السيد محمد الشاع السوداني يفتتح مجسر الشالشية في بغداد ضمن مشروع تطوير تقاطعي الطوبشي والشالشية بطول 450 متر. يعني هذه المشاريع أيضا لو نظرنا لها بسرعة الإنجاز، الحقيقة ما شفنا يمكن خلال السنوات السابقة هذه السرعة بالإنجاز. كيف تعمم هذه التجربة أن تصل مثل هكذا مشاريع بسرعة إنجاز وبتكاليف مقنعة إلى المحافظات الأكثر حاجة لمثل هذه المشاريع؟ اليوم بغداد بها هذه المشاريع كمرحلة أولى، لكن المحافظات متى سنرى مثل هكذا منجزات وطرق وجسور لفك الاختناقات أو حتى لتصحيح الخدمات هناك في بنفس طريقة الإنجاز؟ نعم، يعني هو الحقيقة العراق يعني يحتاج إلى العديد من المشاريع، لكن الأولوية لمحافظة بغداد. محافظة بغداد حسب الرؤية ستكون عاصمة للاقتصاد العالمي. يعني نحن أمام شرق أوسط جديد، والعالم يتغير، حاجة العالم للعراق تتبدل وبسرعة. فبغداد عندما نلاحظ أن هناك مستثمرين يستهدفون العاصمة بغداد كعاصمة تجارية، نحتاج إلى توفير مثل هذه البنية التحتية. الهدف هو ليس فك الاختناقات وفقط، وإنما هو تخفيف تكاليف الاستثمار. يعني نحن أمام مجال قوي لجذب الاستثمارات على مستوى الصناعات الإنشائية. عندما يتم إنجاز مشاريع على الأرض، هناك سحب على الحديد، هناك سحب على الاسمنت، هناك سحب على، يعني الآن المشاريع الإنشائية أو المعامل الإنشائية هي تعمل بالطاقة التصميمية. لذلك لاحظت أن هناك رغبة في توسيع صناعة الحديد والصلب لغرض الإيفاء بمتطلبات هذه المشاريع. المحافظات ذات الكثافة السكانية أو حتى المحافظات التي أفرغت من سكانها نتيجة الهجرة إلى بقية المحافظات، حاليا مع تقديم خدمات، مع تقديم نظام صحي، نظام تحلية مياه، نظام طاقة كهربائية مستدامة، فرص عمل لنمو القطاع الخاص، أعتقد بأن الهجرة ستكون معاكسة من بغداد إلى مناطق سكنة يمكن أن تقدم خدمات للساكنين بنفس الجودة، بحثا عن العمل في تلك المحافظات.